روسيا أعربت عن قلقها الشديد بشأن تسليح المعارضة في سوريا، وقالت وزارة الخارجية إن المزيد من تسليح المعارضة سيدفع نحو الخيار العسكري المدمر للبلاد. وحذرت الخارجية الروسية من مخاطر الأنباء حول زيادة قطر والسعودية إمدادات الأسلحة إلى المعارضة، وتولي خبراء أمريكيين وفرنسيين تدريب مسلحين سوريين في قواعد داخل تركيا والأردن. وتعليقا على نتائج اجتماع ما يسمى أصدقاء سوريا في الدوحة، قالت الخارجية الروسية إن نية دعم المعارضة عسكريا دون قيود تخالف بالكامل مهمة تحقيق حل سياسي بأسرع ما يمكن في سوريا، لافتة إلى أن الحكومة السورية توافقت على المشاركة في المؤتمر الدولي حول سوريا، لكن ائتلاف المعارضة وغيره من الجماعات المعارضة لم توافق على المشاركة في المؤتمر دون شروط مسبقة. الرئيس